أعلنت جامعة السلطان قابوس اليوم بأنها ستؤجل حفل تخريج دبلومي صعوبات التعلم والتوجيه المهني المقرر الأحد المقبل، وذلك لأسباب خارجة عن إرادتها. افتتحت بمستشفى عبر المرجعية اليوم أعمال المؤتمر الوطني السادس للجراحة وجراحة المناظير الذي ينظمه قسم الجراحة بمستشفى عبري بالتعاون مع قسم الجراحة العامة بالمستشفى السلطاني، ويستمر يومين. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تحدد خطبة الجمعة اليوم في مختلف جوامع السلطنة بعنوان صفاء القلوب لغرس المبادئ الحميدة في التعاملات المختلفة. تقيم بلدية مسقط الاثنين المقبل حملة توعوية لإزالة المشوهات بمنطقة المعبيلة الجنوبية، وذلك بالتعاون مع أهالي المنطقة.